دلوقتي جه ميعادنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده، وكمان في مباراه مهمه جدا ما بين فريق الزمالك وفريق طلائع الجيش، وكلنا عارفين ان دي مباراه مؤجله من الجوله 23 من مسابقه الدوري المصري الممتاز لكره القدم. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيعقد المجلس الأعلى للثقافة اجتماعه 69 للتصويت والإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وده هيكون بحضور أعضاء المجلس اللي ليهم حق التصويت لاختيار الفائزين بجوائز الدولة في المجالات الثلاثة الرئيسية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من واقع الأسماء اللي تم ترشيحها من قبل لجان الفحص واللي عملت على مدى الأشهر الماضية، إضافة إلى اعتماد الترشيحات الخاصة بجوائز الدولة التشجيعية. النهاردة هيتم تنظيم حفل ختام الموسم الـ11 لمهرجان إبداع في المجالات الثقافية والعلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة. والنهاردة مسرح مركز الجيزة الثقافي هيعرض مسرحية موت معلن ضمن الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة، العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشؤون الفنية، وبيقدمه فرع ثقافة الجيزة ضمن عروض المسرح بإقليم القاهرة الكبرى. النهاردة لعشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراة مؤجلة من الجولة 23 من عمر المسابقة، هيلتقي فيها الزمالك مع طلائع الجيش الساعة 8 بالليل.